يعني اتصالات. بس قلت لك أنا من النوع اللي يعني ما أحاول يعني أفتح قنوات اتصال هي وأنا ما عندي رغبة. أنت ما عندك رغبة؟ أي يعني يعني أول اتصال إنه أنهي الموضوع إنه أنا خلاص يعني باقي مع نادي القوة الجوية أو مقرر البقاء، فإذا صار اتفاق يعني يعني باقي يعني حتى ما تكون يعني قناعة كاملة ورغبة كاملة من يعني عندك إنه حتى تكون تعامل مع باقي الأندية إنه ما تفقد مصداقيتك ويعني تكون أمور سلبية عليك، فيعني من البداية أنا يعني. زين كنت حاس بأنه اللقب هذا الموسم اللي حصل عليه فريق الشرطة كنت أجت فترات وجولات تصدرتوا الدوري وقدمت مباريات كبيرة، كنت تحس بأنه الدوري قريب لكم لو خلص يعني كانكم كان ممكن أنه المشاكل الإدارية اللي عصفت بالنادي فكرت بأنه قد تؤثر على مستوى الفريق؟ يعني هو أغلب فترات الموسم إحنا بالصدارة صراحة، يعني اللقب كان ممكن يكون نادي القوة الجوية، لكن يعني أنا قلت لك إنه مباريات اللي بملعب الشعب هي اللي يعني إحنا أغلب المباريات الصعبة اللي بالملاعب صعبة بزاخو بالنجف كربلاء، ذني مباراة صعبة الفرق الجماهيرية إحنا غلبنا الشرطة طلبة مرتين، فكل المباريات يعني تقريبا الصعبة إحنا الفريق كان كسب نقاط في المباريات المباريات أنت المشكلة المباريات اللي بملعبكم خسرتوها مع القاسم هي مع نفط نيسان مع الزورة خسرتوا بيها وضيعتوا عليكم، ومع القاسم أيضا هي هي الملعب 4-3 اللي انتهت في وقت كنا متقدمين 3-1 3-1 والكهرباء طرد 1 أيضا كنا نفطر هنا أعتقد المباريات أيضا تعادلنا مع دهوك نفط نيسان ذني دائما كلها بملعب الشعب يعني يعني ملعبكم أنتوا تروحون لي يعني تخرج خارج ملعبك أنت تفوز، فريق من يلعب تحت الضغط ومباريات صعبة دائما كنت مضغوطين؟ لا بالعكس احنا تحت الضغط الفريق كان يفوز، من يجي الفريق انه خلاص هاي فايز ولعب مباراه سهله فكانت اعتقد المشكله ذهنيه بالفريق ذهنيه. نعم زين، هاي المشاكل الاداريه اللي كانت وتغييرات الادارات اكثر من اداره ومشاكل اداريه كثيره باداره نادي القوة الجوية ما كانت تاثر يعني ما لها التاثير ولو نسبه قليله على الفريق لو نهائيا ما كان هي تاثر يمكن خارج الملعب، احنا داخل الملعب اللاعبين كانوا على مستوى عالي من المسؤوليه يعني دائما مركزين بال داخل المباراه يعني اي مباراه يعني مباراه صعبه كثيره اي مباراه احنا الفريق اذا يدخل مركز بها كنا نجيبها الثلاث نقاط نجيب الفوز، اكيد ممكن تاثر يعني تصير مشاكل تصير يعني منغصات بس يعني ما شفتها اثرت بصوره كبيره.